ماما شعلة. يلا حبيباتي هلا بيجيكم بيت، خمس دقايق بيكون ابوكم هون، نتغدى كلياتنا سوا. انا ما بدي بيت، بدي شوربة. وانا كمان. بس الشوربة مو لكم. لمين لكان؟ للخالة ام محمود، حرام مريضة. قال الدكاترة لازم تشرب شوربة ونحن كمان لازم نهتم فيها. طيب صبينا لكل واحد صحن وخذيه للباقي. ما بكفيها؟ انا شو عم بعمل؟ ما بتكفيها زبدية، لازم اخذ لك طنجرة كلياتها، حرام مريضة، نحن لازم نهتم فيها. أهلين بابا. أهلين أرجيلي. الله يا هنا الله. طول الطريق عم أقول إن شاء الله أكون أنا طبخت لي شوربة لأنه ريحتها براسي. لا تنسي سناك، شوربة مو إلا. لك هلا مين؟ حبيبي هي لأم محمود، حرام مريضة، مين بده يحوس فيها غيري؟ لازم أعطيها إياها لأنه الدكاترة قال لازم تشرب شوربة. إيه؟ ها ونحن أفراد العائلة السعيدة شو لازم نذكرات؟ بيب بدك يا ملي ولا مسلوق؟ لا برشت. أهلين أم محمود، تعرفك مشاي لعندك؟ بعدين شو قوة من الفرشة؟ مو الدكاترة قالوا لك لا تتحركي كثير، حرام أم محمود. حاجة هنا كلام الدكاترة كثير، لا تطلعي، لا تهزلي، لا تاكلي، لا تشربي، ايش هو؟ بعدين الأعمار بيد الله، الواحد مننا ما بيقدر يأخر عمره ولا يسبع عمره لأنه يوم واحد. إيه لا أم محمود، بس الواحد لازم يرتاح ببيته، بعدين الدكاترة قالوا لك لا تتحركي من شقتك، إذا كان على الأكل والشرب ولكن لك فكرة لك تأمري أمر، دغري الأكل والشرب بيكون عندك، أنت بس أشري بإصبعتك، حتى شوفي كنت طبخت لك شربة وكنت جايبت لك ياهن لعندك. هنا هنا، أنت عم تغمريني غمر بجمايلك. لا شو جمايل وما جمايل أم محمود؟ أصلاً الجيران لبعضهم، وكل واحد لازم يساعد الثاني على قد ما بيقدر، تأمري قلبي شو هان؟ إيه مزبوط مزبوط. بتعرفي ام محمود؟ نعم. منيح كثير انك جيتي لعندي لهون، هون اريح لك من شقتك، خليكي هون قاعده عنا، عادي عنا اسبوع، شو رايك؟ وانا باخذ اجازه، مننام انا وياكي بالغرفه جوا، وجميل بينام عند الاولاد، ما كان لك فكره، وشو ما طلبتي؟ وايمتى ما طلبتي؟ شبيكي لبيكي هنا على الاربعه بين ايديكي، هون احسن لك من شقتك، بشقتك بدي خلقك. لا ما بدي اتساءل عليكم، بكفي اللي عملتوه معي، كفيت ووفيت، الحقيقة يشهد الله ما قصرتوا، ولولاكم كنت متت أنا وما كنت ربحت شي. لا أم محمود شو هالحكي، نحن ما عملنا شي. لا عملتوا وعملتوا كتير، كمان الواحد لازم يعترف، لولا السحر العظيم يلي عملتي لي إياه، ولولا جميل ما يقنع مدير البريد يصرف لي جائزة، ما كانت أحوالي تحسنت شوي. اخ مالي عرفان شلون بدي اتشكركم انا يا هنا. لا ام محمود ما في داعي تتشكرينا، نحن جيران وجيران لبعضهم. صحيح، بس انا ما بحب خلي علي شيء، لازم اتشكركم انا يا هنا. ايه مثل ما بدك، انت كريمه ونحن مستاهل. من جهه بتستاهلوا والله، وهي بكسر الهاء وعند اليمين انكم تستاهلوا كثير، وهالشي خلاني احتار انا بشو بدي كافيكم، فكرت كثير شو جبلكم، جيب إليك ولا لجوزك ولا شي غرض للبيت؟ للبيت أحسن شي أم محمود، أنا كثير بحب غراض البيت. خفت أنا جيب غرض للبيت يقوم ما يعجبك، أنا بعرف ست البيت بتحب تنقي غرضها لحالها على ذوقها. إيه معك حق، بكرة أم محمود بس تطيبي وتقدري تطلعي وتفوتي مننزل على السوق ومننقي غراض بيت كثير حلوين على ذوقي وذوقك. كمان فكرت فيها، بس قلت لحالي يا سعدية يا بنت المسعود، إذا الشغلة فاتت ماتت، وإذا بدي انتظر لحتى أصير أقدر أطلع وأنزل لحتى أشتري لكم الهدية، والحلوان بخاف تفكروا إني مطنشة، ومو من عادتي تنطنيش أنا يا هنا. بعرف والله بعرف، وهي بكسر الهاء وعقد اليمين، يا سعدية يا بنت المسعود بعرف إنه أنتِ مزوقة وصاحبة واجب وما بتخلي عليكي شي بنو. مشان هيك فكرت جيب هدايا للاولاد، قلت احسن شيء، تعوا صيصاني، تعوا اعزائي الاطفال خذوا هداياكم، تعالوا. شو بكون ماما واقفين؟ تعوا شوفوا خالي ام محمود شو جايبتكم، يلا اوان تعالوا عالوا. تعال تعال، هي الك وهي الك، انت سليم بتحب الدباب انت خو. شو هذا لعب؟ ورجيني لشوف امي. كثير حلوين، عن جد كثير حلوين، ام محمود انت كثير مزوقة، خود امي خبيها ها، هي ذكرى من ام محمود. اسمعوا كلمة الماما ها، اقفلوا عليها وخليهم جدا. هدية ما بدي اياها. ليش ماما ما بدك اياها؟ كثير حلوين. لا هي حلوة، ما هيك شايفتيها عتيقة عايفة حالها، حدا بيجيب للثاني هيك هدايا؟ يا سليم هن صحيح مو جداد جداد، بس جدال، هدول كان يلعب فيهم ابني محمود قبل ما يسافر على خفرة، كان هيك على قده، من يوميتها أنا مخبيتهم ومحافظة عليهم. يكتر خيرك أم محمود، الهدايا كتير حلوين فعلا، إنك مزوقة حلوين. شو قصدك؟
معقولة يكونوا عجبوها اللعب لهالدرجة؟ لا تكون عم تتمسخر علي. أنا بالأول ترددت كتير قبل ما أجيب لهم لعب ابني اللي بخور فتان، خفت ليقولوا عنهم عتاق، وكنت بدي أنزل أنا عالسوق يا هنا أشتري لهم هدايا جداد، بس بتعرفي الدكتور ما نعني من المشي والنزلة والطلعة على الدرج. لكن شلون اجيتي لعنا؟ من عندي لعندكم المسافة قريبة، ما بدها درج. سليم، دقي بابا. ما محمود ما في حدا؟ شلون ما في حدا؟ هلا لسه وصلناها على البيت. دقي كمان. محمود يا محمود محمود مالها بالبيت؟ شلون مالها بالبيت؟ ام محمود مريضه والدكتور مانع عم يطلع. دقي منيح وقوي. مالها بالبيت؟ ابن مقفول من برا. مقفول؟ اي والله. وين بدها تكون رايحه؟ وانا شو بعرفني؟ عم تساليني؟ انا ما عم اسالك، عم اسال حالي. وين تكون رايحه يعني وهي مريضه؟ لتكون جوا ونسيان القفل مفتوح برا، قام اجى شي ولد حب يلعب بالقفل وسكروا عليها من برا. معقوله؟ ليكون امجد واغيا؟ لو كان اللي عم تفكري فيه مزبوط، ام محمود جوا كانت فتحت لنا. يا مجدوبه، شلون بدها تفتح لنا والقفل موجود برا؟ كانت عطتنا صوتها وقالت لنا ايه حاجه تدق وحرقتوا لها الجرس. ليكون ماتت؟ ماتت؟ شو هالصوت هنا؟ جاي من باب شقتي، ليكون عم يكسروا لي بابي هنا. خليك هنا. قوام حرامية، وليك وليك حرامية وليك. شوفي شوفي. هذا اكيد امجد واغيا. تحسبي حالك انت حسين، محمود ما نبيتها. وينها؟ عندي. الحمد لله فكرت ماتت. وشو عم تعمل عندي؟ شو عم تعمل عندي؟ قاعدة لبين ما تطيب على المظبوط. ايه برافو عليكي، تصرف سليم، ما لازم اتركها لحالها. شوفي انت عندك وظيفة وجوزك بيروح على الوظيفة وولادك بيروحوا على المدرسة، أنا ما عندي لا طلعة ولا فوتة، شو رأيك آخذها لعندي؟ لا ما حذرتي. وظيفتك؟ أخذ إجازة. طيب ما تسمحي لي فوق شق عليها؟ إيه شو ها؟ هذا محشي لأم محمود. إيه لا، أم محمود ما لازم تاكل محشي لبين ما تطيب. يعني لا تخليني فوت لياها؟ وليش لفوتي لياها؟ نحن عنا أكل زيادة، ما في داعي حد يتعلل علينا. أعطيها تعي الحقيني لشوف. إيه الله يجبر بخاطرك يا أم محمود ولا يخشلك أبداً. عملت لك محشي رح تاكلي أصابيعك وراه. أم محمود تقبري قلبي، ما بصير تاكلي كوسة محشي لأنه الدكتور ما عندك الدسام. لا ستي بدي آكل، كتر خيرك أم تحسين، بس ما كان في داعي تعذبي حالك. ولو يا أم محمود شو هالحكي؟ لك أنا مستعدة أخدمك بعيوني. لك تسلم لي عيونك يا أم تحسين، هاتي هالكوسايات هاتي. وين وين رح أم محمود؟ متفق أنا أخذ إجازة ونقعد مع بعض مشان نطيب يا مزبوط. لك إيه أنت قلتي أنا ما وافقت. معك حق أم محمود، بضل بيتك أريح لك، وإذا على شغل البيت وحوسته أنا مستعدة آكل وأشرب ونام عندك وما فارقك منو. أم محمود رح تضل عندي أنا هنا؟ لا ستي، أم محمود رح تقعد ببيتها. لا حبيبتي بدي أقعد عندي أنا. لا ببيتها. لا ببيتي. لا ببيتها. لا ببيتي. خلصت بقى أنت وياها، رح أقعد ببيتي أنا. أنا رح أقعد ببيتي، ما بدي حدا يقعد معي، أنا مجلوطة هنا. بس يا أم محمود ما بيسوى تضلي لحالك بالبيت، بركي صار لك شي بالليل، ما لازم يكون حدا معي. هنا معها حق، أنت ما لازم تضلي لوحدك، والدكتور قال لازم ترتاحي وما تعملي شي، مشان هيك لازم حدا يضل عندك يخدمك ويحوس فيكي. رح تيجي معي ام محمود لعندي على البيت. لا امشي معي لشقتك. لا رح تيجي معي. لا رح تيجي معي. لا رح تيجي معي. ايه بقى انتي ستي خلصنا خناقه علي، شو قصتكم؟ ليش هيك عجقه علي؟ خلص خاصيتكم انتم، ماكو ليكما ماكو ليكما. عجبك هي زعلتي لام محمود منا؟ انا اذا زعلتها ولا انت؟ لا انت. لا انت. لا انت. انت خلصنا انت وياها، خلصنا رح خاصيكما انتم لسنا تاني، خلصنا بقى. خلص ام محمود دبري، لا تزعلي، اعملي اللي بريحك بس لا تزعلي. خلص ام محمود حبيبتي انتي، زعلك بالدنيا كلها كان قصدنا الريع. لك خلصنا بقى، انا قررت ارجع لشقتي، كلمه واحده ما بقى اسمع منكما. خلص ام محمود مثل ما بدك. على راحتك تقبريني. خلاص انتي احملي الكوسايات. حاضر. انتي جيبي الشوربه. حاضر. والحقوني لشقتي، خلصنا بقى. اريدة شوربه ان شاء الله، كل يوم شوربه، كل يوم شوربه. ابو جميل ما بتنزل لقمه بتمه الا بالشوربه، 40 سنه وانا عم بطبخ شوربه، لك اريد شوربه ان شاء الله. شو هاد؟ ايه ايه انتوا الثانيين جاي. هي فضيت لك كل الكوسايات بالبراد. ليش ما اخذتي زبديتك معي؟ ان شاء الله مفتكره رح رجع لك اياها مليانه لك دبه حبيبتي انت، مالك شايفتيني مكسوره مجلوطه، شلون بدي اطبخ انا؟
معك حق، يلا رايحة أجيب الزبدية. ام محمود حبيبتي انتي انا صبيت لك صحن كامل سخن مشان تاكليها، لو تركت لك الطنجره بما فيها بالبراد خليها عندك ما بدي اياها. حبيبتي كتر خيركم وان شاء الله برد لكم اياها الهي بالافراح. يلا كل وحده تروح لجوزها واولادها. ام محمود اماني اذا عتزتي شيء ناديلي. انا اقرب ام محمود اماني، انت ما عتزتيني بس صرخي هنا بتلاقيني انا على الاربعه شباكي لباكي هنا بين ايديكي. خلصنا بقى بدي ارتاح. يلا انا رايحه ام محمود، المسا بنزل شق عليك. ايه ماشي بتحسيني انت هنا، يرضى عليك ينبي على جميل جوزك يقول له للنجار يجي يصلح لي قفله للباب. ايه من عيوني التنتين هلا بخليه يبعث لك اياه هلا. وليش تجيبوا نجار من برا؟ ابو تحسين ما في اشطر منه بنجاره، هلا بخليه يصلح لك الباب. ابو تحسين مجبور، اللي كسره بيصلحه. ايه تكرم عيونك تشتغلي محزن. يلا ذهباك لكما الى بيتكما. يلا يلا بخاطرك بدي ارتاح انا. صحيح انكسرت وانجلطت بس بالمصاري اتدللت. شو بدي ساوي؟ الحمد لله على السلامة. لك أربع ساعات عم تطقي حنك أنت وأم محمود هون لما استلمتي هداياك العظيمة، وست ساعات لتودي طنجرة الشوربة. إيش بك؟ لا عم تعيط علي. شلون ما بدي عيط؟ أنا والولاد رح نموت بالجوع، آكل حالي. ليش ما تغديتوا؟ مين ماسككم؟ شو بدنا نتغدى؟ إيش بعرفني؟ أنت جبت معك شيء؟ لا، بس حضرتك ليش ما طبختي شيء؟ أما لحقت أطبخ، بعدين هلا مو وقت الأكل، اعتبر حالك صايم. جميل. حبيبي أنت، انزين جيب النجار وخليه يجيب معه قفل مشان يصلح بابها لأم محمود اللي كسرته أنت. بعد الغداء بروح، هلا بياكل. هلا بدك تزعلي خالي ام محمود مشان ما تتاخر على اكلك ساعة زمان. خالي؟ خالي الدبب ان شاء الله، من امتى كنا والشمس ترقعنا؟ اسمعي لاقول لك انا بطني اهم من ام محمود وسعديه وبيت الواويه كلهم، عم تفهمي؟ واهم من باب شقتها كمان. جميل حبيبي لا تكون عنيد، تقبر قلبي، انزل هلا لعند النجار من هون لتصلحوا الباب، حضر لك اكله بتطير العقل. الله يطمنك، شو رح تحضري؟ رح احضر لك حبيبي لحمه بالصينيه مع طحينه ودبس الرمان اللي بتحبه. بس بعرف ما عندنا لحمه. لا عندنا بالفريزر. يلا جميل خلصني روح. امري لا الله. انا متاكد انه ما عندنا لحمه. لا عندنا، خلصني جميل. وعيك تقضيها بغير شغلي ها؟ بعرفك. لحمه. ايش لو بدي ارتي هالكذبه فعلا ما عندنا لحمه؟ يلا رح اقلي لهم بيض عيون. عينك صلحوني مشان ما حدا يسترجي يفوت لعندي ويسرق اللي بقصد انه كترانين الحراميه هالايام. تكرمي يا اختي تكرمي، راح امكن لك يا منيح مشان ما حدا يقدر لا يكسره ولا يفتحه الا بالمفتاح تبعه. ايه الله يرضى عليك حاكم، انا عم بسمع انه كثير حراميه هلا. شبك جميل واقف مثل العمود ما بتطلع. لا شو بدي ساوي يعني؟ شو شايفتيني نجار انا؟ شغلته هو بيفهم فيها اكثر مني، مصلحته. روح اعمل له كاسة شاي خليه يعرف الرجل يشتغل. أنا الدكتور بس لو مو مانعني من الحركة كنت ساويت له شاي وزهورات ومليسة وصينية رايحة وصينية جاية. صينية رايحة صينية جاية صادق البعيد، بس مو عيب، شو عليه إذا طلع الكرم من أصحابه؟ حاتمة الطائي لأن هيك معروفة بالحركة. إلا أخي ما في داعي للشاي، خلصت بدي روح أتغدى. الله وكيلك ايامني من على السفره مشان اجي اصلح لك الباب. وينك لكان؟ جميل روح غدي ولا اقول لك استنى ليخلص. بيروح معك بيغسل ايديه وبتحط له غدا وبتحاسبه. نعم شو قلتي؟ ما سمعت. شو صاير لك جميل طرشت؟ ما عاد تسمعني؟ علي صوتك شوي مشان اسمع منيح لانه اذني بعيد عني خافف سمعها شوي. روح لعند الدكتور خليه يغسل لك اياها. معك حق. تعال جميل وين رايح؟ رايح لعند دكتور يغسل لي اياها. مين بده يحاسبه؟ جان. حاسبي انت ولا تنسي تحطي له غدا. ايه لك لك شيك شيك. وهي خلص الباب. الله يعطيك العافية إلهي. الله يعافيكي. ناولينا الإجرة. إجرة؟ إجرة شو؟ الإجرة شو ما عرفتيها يعني؟ عرفتها. شلون ما عرفتها؟ في حدا بيشتغل ببلاش؟ قديش بدك؟ 500 ورقة. 500 شو؟ شو شايفني مريونيرة أنا؟ أنا مرة وحدانية عايشة على البركة، بدك تراعيني كترت كثير هيك، راعيني. طيب بلا 25 ورقة منيح؟ لا مو منيح ابنه، براعيني كمان. طيب بلا 50؟ لا بدك تراعيني كمان هيك ما راعيتني.
طيب ما راح اخذ اجاري منيح هيك ها هلا راعيتني كتر خيرك روح قوام على البيت تغدى قبل ما مرتك تقيمها للسفره اسمحي لي بال 400 ورقه مشان شو مو هلا قلت لي سامحتني بالاجره اخس عرجال اخس بتبزق وبتلحس كلامك ولك هدول ال 400 مو اجرتي لكان شو هدول حق القفل الجديد اللي ركبت لك اياه ركبت لك قفل نوع اول الله يصلحك ويهديك مين قال لك تجيب القفل من عندك خلي كان جميل يشتري طيب تصطف لي بالناقص رح افكه واخده لك لا لا يا الله يرضى عليك لا تفكه دي هلا بعطيك حقه انا تعال اطلع لي لبرا وقف لي برا لا حدتي طمي بالي وقف لي لا تحرك بدي حاسبك لانه عرفت وين بدي اروح بدي المصاري اي على عيني وراسي هنا هنا افتحي هنا اهلين ام محمود حبيبة قلبي انتي شو غيرتي رايك جاي تقعدي عندي؟ لا ما غيرت رايي ولا بطيخ مبسمير النجار خلص تصليح الباب عن جد؟ ان شاء الله الف مبروك وينو جميل؟ جميل راح الدكتور جميل راح الدكتور وين راح جميل؟ لا تخافي هنا ما صاير له شيء بس خافف سمعه على رايح اغسل اذنه عند الدكتور جميل خافف سمعه؟ لا بس جميل بيسمع دبة النملة لك شو بيعرفني؟ هلا بس يرجع اسألي المهم بدي اعطيه انا النجار 500 ليرة خلص شغله بس 500 ورقة؟ والله مو غالي كثير رخيص، ادفعي له اياها. منين بدي ادفع له انا؟ منين شو دخلني انا لادفع له؟ شلون شو دخلك؟ مو الباب بابك ام محمود؟ بعدين كله 500 ورقة مو كثير على ال 500 المتلتلة على قلبك. انا قدام العنا ولا خلصيني انت وياها، اعطوني المصاري، جوعان بدي واكل. تاكلك الحوتي، هلا بعطيه، انا احكي لها، مين كسر باب؟ انت ولا انا؟ نحن ام محمود بس لهلا كسرناه مشان ننقذ حياتك لولا انا كنتي متي لا سمح الله انا ما عم اسالك هنا مشان شو كسرته ولا رح اشتكي عليكم بعرف انه كانت نيتكم سليمه بس هذا لا يمنع بانكم انتم فعلا كسرتوا لي الباب وانتم لازم تصلحوا اه ايه ام محمود على عيني انا فايت شبك المصاري دقيقه واحده شفت شلون قلت لك رح اعطيك حقك ما باكل حق حدا انا حتى اسالهم فهمت عليها الظاهر المصاري مخبيتهم بشي محل مواصله لايدها هلا اكيد على كل النعيه اللي طلبت مني انا بكره بطلب منها مثلا الطربوش طربيش هنا عصيتي هنا خلصينا يلا جاي جاي تعال 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 تفضل يسلموا السلام عليكم مع السلامه تعال يا زهري ولك شو بقى عاوزتك ضروري كثير ولك مو هاد مفتاح طولي بالي أفوت في شي بدك تصلحيه؟ طلع بالخمسمية ليرة بالأول ليش؟ شو ليش؟ انت ما سامحتني بإجرة ايدك وبدك حق القفل 400 ورقة؟ المعنى؟ المعنى واضح وصريح ولا رجعت بدك تلحس اللي بزقتون هات المية ليرة أول لا 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 أنا سامحتك لأنك فقيرة ووحدانية وعايشة على البركة أما جيرانك المبحبحين فما عندي استعداد سامحهم بإجرتي ومين قال لك إنهن هن اللي دفعوا لك إجرتها؟ سمعت بإذني وشفت بعيني هن اللي كسروا وهن اللي لازم يصلحوا بلا شو إن شاء الله صدقت أنا كنت عم أمزح معقول الجماعة عملوا معي خير وكسروا الباب لينقذوني من الموت إجي دفعون إجرة تصليح الباب أمو معقولة بنوب أنت ما بترضاها بترضاها لا ما برضاها لكن شلون بدك يعني أنا أرضاها شو مفكرني قليلة أصل ما عندي زوج العفو ما قصدت بس يعني عدم المؤاخذة أنا الخمسمية ورا أخذتها من جارتك مو منك صحيح بس أنا أخذتها دين بكرة بس اتبحبح برجع لها ياها إيه عيش كتير بتشوف كتير أخلصني هلأ مو وقت أمتالك طلع بالمية ليرة وروح قوام لعند مرتك كل ولحق حالك قبل ما تشيل مرتك الصفرة ما معي فراطة أنا معي أبصرف لك يا اطلع عم شو بحياتي ما مر علي هيك قصه طلبنا الزود امنا وقعنا بالنقص الله يجيرنا من شيء اعظم
اروح ما رعيتني بنوب زعلانة منه. هاتي مرة تانية برعيكي اصلح لك التصليحة وبدفع لك من جيبتي منيح. اروح لحي مرتك قبل ما تقيب الصفرة. روح. جبت دام المصاري اللي اعطيتيني اياهم 350 ورقه، يعني ناقصين 50 ورقه. بعرف ما معي فراطه. روح لحق مرتك قبل ما تشيلها للصفره. الفلق ما راح افتح لك. هذا انتي شو بدين؟ اشتهيت لك صحن هسه تاتي تحلي درسك فيه. هاتي ما بيمشي الحال هون. ام محمود افتحي لي. هاتي خذ ما تعذبي حالك. ام محمود تدقيهم هلا ام محمود ولا حط لك اياهم بالبراد للعشاء؟ حطيهم بالبراد. ايه تكرم عينك. ساتهم مثل ما هن المحشي ما لدى قرتهم. ولي خلعت ايدي البراد. يلا مع مصاري خيرات الله. اكيد ما لا جايه مشان الستاتي، اكيد جايه تطلب شي طلب. بعرفها طول عمرها شحاده هي وبنتها. ام محمود هي صاروا ستاتي بالبراد. ام تحسي ما كان في داعي تعذبي حالك. لا يا ام محمود انا مالي قلب اكل لقمه ما ذوقك منها. كريمه طول عمرك كريمه. ما في حدا كريم من بعدك ام محمود. شكرا. ما بتصور يا ام محمود قديش فرحت لك بالجائزه. صدقيني كاني انا اللي ربحتها. انت حسين قلتي لحدا شيء انت؟ لا ابدا. اوعيك. ها برافو عليك. ليش ام محمود مالك ناوي تخبريهم؟ بيفرحونك كثير. طب ما بدي حدا يفرح لي، بكفي انا فرحانه. اذا دريوا العالم ما بخلص منهم ومن طلباتهم الغانم اللي بده يمد ايده ويكسرها ويشحد عليها وعلى هاتي. شو بدي لحق للحق انا؟ ايه معك حق، ما بتقدري تلبي كل الطلبات، لبي طلبات المقربين بس. بلشنا. اختي محمود، في موضوع بدي افتحه معك ومستحية. اذا مستحية كثير لا تفتحي. هو الموضوع ما كثير بخجل، وخاصة اني راح احكي لصديقتي وحبيبتي ام محمود. هلا صرت صديقتها وحبيبتها؟ سبق وقلت لك انه ابو تحسين طلع على التقاعد، وجاي على باله يفتح دكانة صغيرة مشان يسترزق منها. شو بده بالدكانة؟ ما رح يجي منها غير وجع الراس. يعني منه بيتسلى فيها ومنه بيطالعوا لقرشين يعينونا. جوزك خدم عند الدولة 30 سنة وصار لازم يرتاح ما يشتغل، وإذا مشان التسلاية سلي أنت لعبي معه بالبعصرة بيتسلى. مرة غلبي ومرة خليه غلبك. هو صحيح اللعب بيسلي بس ما بيطعم يا خبز. يعني بتعرفي معاش التقاعد ما بيكفي. ليش ما دريتي؟ بشو؟ من حوالي 10 ايام سمعت بالراديو انهم رفعوه للسقف شيء التقاعد، يعني معاش جوزك رح يرتفع. ايه وانا كمان سمعت، بس معاش جوزي ما رح يزيد لانه رفعوا سقف التقاعد للي بده يتقاعد هلا، وجوزي صار له شيء 6 اشهر متقاعد. الحق عليه، كان يضل بالشغل هالكم شهر. يا ام محمود، انت كريمه وقلبك كبير. ونحن ما رح نتقل دم عليك كتير. كل اللي طالبينه وحق محل صغير لأبو تحسين يفتحوا دكان تسماني، ومدعي لك إن شاء الله كلياتنا ليل نهار. بس هيك غالي والطلب رخيص. الله يغلي مقدارك، ولا تحسبي إنه رح ناخدها منك شهادة. لا، الله يبارك لك بمصرياتك. نحن رح ناخدها دين ومن مسحوب المحل منوفيك إياهن. شو قلتي؟ قديش بيطلع حق المحل اللي بتكون تشتروه؟ يعني على هوا كبروا موقعه. يعني قديش؟ أبو تحسين عم يقول نص مليون بدبر حاله. بس محل اسمانة بنص مليون؟ في بملايين، بس أبو تحسين ما بده يحط على قلبه ديون كتيرة. من حقه، ما في أصعب من الدين. اسأليني إلي، هم بالليل وزل بالنهار. هذا إذا كنا بدنا نتدين من واحد غريب مو منك. مني؟ منين مني؟ من الجائزة اللي ربحتيها. ريتك عندها. ليش وين راحت؟ فتلت تليفون لابني بخور فكان بشره بالجائزة، اللي بعتي لي المصاري ماما، بده يبطل تاري الانتاج ويفتح فيهم سوبر موكيت كبير، بده يعبي الاشكال والوان وبده راس مال كبير. قمت بعثت له اياه هون. امتى؟
اليوم هلا من شي ساعة مدري من خمس دقايق ونص الله أعلم. حق علي، كان لازم أفتح لك موضوع محل أبو تحسين من وقت اللي أجينا. طبعا حق عليكي، لو كنتي حاكي كنت عطيتك النص مليون أنا قبل ما أبعت المصاري لأبني بخور فرقان يلي قبلها دبا وبعدها كلبة، مو كلبة 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 إيه بنقطة إب يعني. أم محمود شو رأيك تتصلي بابنك اللي بخور فكان وتقولي له يبعث لنا النص مليون؟ حاجته مليونين ونص. ما بقدر. ليش؟ إذا مشان إجرة المخابرة تحكي من عنا. لسه مو قصة إجرة مخابرة. لكان قصد شو؟ ما بدك تدينينا؟ لا يا أم تحسين لا، زعلت منك لا تقولي هيك، نحن جيران وحبايب، شلون ما بدي دينكم؟ كل اللي طلبتي نص مليون، بس القصة مو هون. القصة انه بخاف احكي مع ابني يقوم يزعل ويقول اني رجعت بكلامي وما بدي ساعده، انا ما ببزق بالحق. انت لا تحكي معه، انا بحكي معه بشرح له الموضوع، اكيد ما رح يزعل منك. لا شو تحكي معه، ابني ما بيحكي مع نسوان بيستحي. الحمد لله اليوم نفش ما خفص. لأخذ ليالى أم محمود قبل ما يشوفوا لولا. بروس منيح وحاجة تلتهي. يعني شو شايفني عم أعمل؟ ليكو حبيباتي أنا رايحة لعم طنط أم محمود. درسوا ها إيه؟ بدك تطولي؟ بدي شو فارقة معها؟ صغير بدي رد على الببو. شوف طاري حبيبي أبوك نايم لا تزعجوه، وإذا فاق وسأل عني قول له رحت لعم طنط أم محمود. إيه يلا حاضر ماما. أنا مالي ببو. أم محمود هي الببو. ديخ. منيح اللي ما شافوا. مرحبا أم تحسين، كيفك؟ كيفك؟ إيه الحمد لله إن شاء الله دائما. كيف أم محمود؟ آخر كيف معرمة. إيه الحمد لله كمان طمنتيني. شو لمين هالقلب الجاتو؟ لأم محمود. بعرف إنه بتحب الجاتو مساوي تلاقاتو. بدك نصيحتي؟ شو حبيبي؟ رجعي على بيتكم وطعمي لأولادك أحسن لك. ليش بقى؟ أنا هيك عم أنصحك، اسمعي مني بتصطفلي أنت حرة. أمي 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 أجد واخي الدلع وطنجرت لأطر أتخذ يا أجدتك مقبرة قلبك طعم. لك شو هالنار هاد؟ على دق مين افتح لك؟ قلت لها ما معي مصاري شو رجعها؟ شو هاد يا دق مين افتح؟ دق مين افتح؟ أنا 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 هلا. مرحبا أم محمود. الحمد لله. ليكي نقوا علي الاولاد لساوي لهم قالب جاتو من ساويت واحد لهم واحد الي. هاتي افتحي الباب لاعطيك اياه. هاتي. لا محمود انا بعطيك اياه بايدي، افتحي لي هيك احط لك اياه بالمطبخ. شو هالحكي معقوله يعني؟ صحيح محمود شفت ام تحسين طالعه من عندك مزعوجه، شو القصه؟ يا لطيف يا هنا، هالام تحسين شو عينها جقره وحسوده. ايه حسوده وما بتستحي. خير شو عملي؟ قال شو؟ جاية تدين نص مليون ليرة مشان تفتح دكان لجوزها. شو فاتحة بنك أنا هنا؟ وشو قلتي لها؟ قلت لها بعت المصاري لابني اللي بخور فكان. لهيك أم تحسين طلعت من عندك زعلانة أم محمود، بس بتعرفي أنت ما قصرتي فيها، معك حق، لأنه هيك طلب بده هيك جواب، بس يعني بتعرفي أم محمود لو شلبنتها شوي كان فيها وما فيها. إيه يا لطيف هالناس ما بترحم، أول ما بيشوفوا الواحد صار معه قرشين بهفوا عليه مثل النحل. الشاطر اللي بده يغنم اكثر والشاطر اللي بده يلحس اكثر واكثر. هنا شو ملحسه انا؟ مزبوط. بس ام محمود يعني اذا الله الواحد انعم عليه برشين حلوين ونضاف وتبعبح فيهم ما فيها شيء اذا ساعد اخوه قرايبه جاره بشي معقول. مزبوط. بس المشكله انه كل واحد بيجي بيعمل حاله اقرب المقربين واحب المحبين، بتحتاري مين بدك تلبي يا تلبي. مزبوط ام محمود، بس الواحد دائما بينقي الغاليين عليه وبيعطيهم. مزبوط، بس الغاليين كتار. انا مثلا صحيح ما عندي قرايبين كتير، بس كل جيران البنايه غاليين علي وبحبوني. مو معقول البي لكل واحد طلب واترك الثاني يلي بده نص مليون والثاني بده ربع مليون والثالث مليون، ما بيصفي لي شيء. مزبوط، بس ممكن اصابيعك مثل بعضهم. صحيح كل الجيران بيحبوكي وبتحبيهم، بس في منهم بيحبوكي شوي وفي منهم بيحبوكي كتير مثلي انا هنا. مزبوط، بس مالك عين تعطي وحده وتخجلي الثانيه، هيك بتعملي تفرقه وبلبله، وحده بتدعي لك والثانيه بتدعي عليكي، واللي كان بيحبك ببطل يحبك. مزبوط، بس اذا رح تخجلي الكل رح تخسري محبتهم كلياتهم وما رح تلاقي وحده تدعي لك. ام محمود مزبوط،
بس اللي بيحبني من قلبه مو معقول يبطل يحبني مشان كم ورقة. هيك بعرف محبي من عدوي. مظبوط ام محمود مظبوط، بس الموضوع حاجة مظمظيلي وتبسبسيلي. عليتي قلبي ونشفتي ريقي هنا. طيب لا تحكي، خليني انا احكي وانت اسمعي. بعرف شو بدك تقولي. شو فكرتيني مالي حاسه فيكم وبوضعكم؟ الله يكون بعونكم اثنين موظفين ومنتوفين، بتتعبوا طول الشهر على كم ورقه ما بكفوا لنص الشهر. اضرب انا يا هنا. مزبوط يا محمود. وعندكم ولدين بدهم اكل وشرب وكسوه ومدارس ودفاتر وكتب واقلام ومحايات وشيء للرسم وشيء للعلوم وبواط للرياضه. الله وكيلك يا عم محمود، ما عملنا حلم، ما عملنا حلم. وبيتكم ناقص كتير والديكور بده تغيير وجوزك مدير حوبه. حوبه؟ مزبوط مزبوط يا عم محمود، انت عم تحكي مزبوط يا عم محمود. انا بعرف كل شيء وحاسب اوجاعكم، وكنت ناويه ساعدكم شي 200 300 الف ليره مشوا حالكم فيهم. بس شو ام محمود؟ مثل ما قلت لك بعت المصاري لابني اللي بخور فتان. ايه محمود، هذا الحكي بينحكى لام تحسين وام حركات وام سعيد، بس مو ايه شو قصدك؟ انا كذابه عم بكذب؟ لا ام محمود مو هذا قصدي، بس يعني ايه رجعنا للبس والمس والخس. شبك انا مالك بالعاده تاخذين تعطي، بعرفك غير هيك انا. معك حق ام محمود. شوفي حبيبتي، انا لا رح حلف ولا رح دور، انا كل شيء طالبته منك 100,000 ليره بس لغير الديكور يلي عندي صار عتي، وانت قبل شوي قلتي لي صار الديكور بده تغيير. مو تكرم عينك هنا، 100,000 مو محرزين. بس وينهم؟ يعني ما رح تدينيني ام محمود؟ هنا انت بتعرفي انك عزيزه وغاليه علي، بس مثل ما قلت لك انا بعت المصاري اللي عند ابني على خور فتان. بس بيت السبع ما بيخلى من العظام ام محمود، الا بتكوني مخبيتي لك شوي. ولا فرنك. هاي الاوضه قدامك اوضه النوم، طلعي اذا بتلاقي قرش واحد خدي، اذا لقيتي بالبرهول. الدنيا المساء، شلون تاركني نام لهلا؟ مساويت اللي جاتو، مع اني قايل بدي اعمل ريجيم بس مصر على سياسة التسمين تبعي. تسمين تبغيلة يسمى. اتفرج على التلفزيون اسمه اليوم المام مو هون والبابا نايم. وين امكم؟ راحت لعند ام محمود تشق عليها. خلصتوا دروسكم؟ تمام بابا، انا خلصت وفهمت لاخي كل ما ساله، لا تتكلم، الامور كلياتها جيده. اكيد ها؟ ايه. صار لها زمان امك رايحه؟ صار لها شي ساعتين. نعيمان بابا. على شو نعيمان؟ لاني متحمم ولا حالي. على الحمام ابنك، بابا اللي غسل لك الدكتور ابنه، طلعت المي من الابن الثاني وحطيت ايدك عليها، لانه في نكته بتقول كان في واحد راح لعند الدكتور مشان يغسل له الابن اليمين، عم حط ايده اليسار على اذنه اليسار وكبسه، فلما ساله الدكتور ليش هيك عم تساوي؟ قال له مشان ما تطلع المي من اذنه اليسار. تا 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 بايخه ولا؟ كم مره فهمتك لا تحكي نكت بايخه؟ بعدين مين خبرك انه انا بدي اغسل اذني؟ الماما. والماما مين خبرها؟ جارتنا ام محمود. وام محمود مين قال لها؟ ما بعرف، روح انت شق عليها واسألها. لك حاجة تسأليني واسألك؟ قلت لك ما معي يعني ما معي، شو ما بتفهمي انت ناناتيني انا ما بتفهمي؟ لا عم بفهم ام محمود، على كل بسيطة، بسيطة ام محمود، ما مشكلة، المال مالك وانت حرة فيه، بس من يوم ورايح لا انا بعرفك ولا انت بتعرفيني. لا انا بعرفك ولا انت. اسمعي لكان هنا وتذكري في يوم من الايام انه ام محمود قالت لك هذا الكلام، دربي ست مايري تاخذي معك قالب الجاتو اولادك اولى فيه. يلا اطلع اطلع. دربي ست مايري قال شو بدها 100,000 ليره لتغير ديكور بيتها؟ مو لغير ديكوري انا بالاول. شفت لي ريقي لروح اكل لي شي ستيتيه عليه هون. والأيام كل يوم بمعاني والدنيا في. يلا بابا هاي تعشيت وخلصت دروسكم،
قوموا ناموا مشان تفيقوا على المدرسة. يلا رجيلي يلا. صباح على خير. وانت من أهله. صباح على خير بابا. وانت من عيلته دنقور. ناموا دغري. ها هلا هذا اللي نابك من 3 ملايين. يلا ستي ابني احمالنا عليها ضربة لازمة بسيطة. انا فرجيها. شو بدك تفرجيها؟ لك ما عاد تسألي لا عنك ولا عني ولا عن حدا. ب 3 ملايين بتشتري نص اهل الحارة. الحق علي انا. الحق علي. لك الحق علي انا اللي فكرتك عاملة جاتو الي فات على ريحته طلع من عند ام محمود. وليش الحق عليك يا خانوم؟ حق علي انا. انا اللي ساويت لها السحر وخليتها تفوز ب 3 ملايين مو بمليون. سحر؟ انو سحر؟ انت ما بتعرف. انا عطيتها سحر الاستاذ سعدان وقلت لها تخبزه وتوزعه على الجيران لانه بيجلب لها الحظ. حق عليك لازم خلي لحالي. هنا كبري عليك. شو سحر وما سحر؟ لك هي كلها خزعبلات. هي لا مو خزعبلات. هلا السحر ما فكر لك عقدتك؟ مزبوط. بس شو والسحر كمان طيب للام محمود رجلها؟ لا رجل ام محمود لساتها مكسوره. هي لساتها مكسوره بس خف الوجع صارت تتحرك اصابيعها وتمشي على رجلها بالعكازه. يا سيدي شيل رجلها لام محمود. ام محمود ما ربحت الجائزه الكبرى اللي كمان ما ربحت. هلا هلا من كل عليك مصدق انه السحر اللي خلاها تربح؟ لك تجننيني انت. جميل هلا بدي اسالك سؤال. اذا انت مالك مصدق هالشغله شو اللي اخذك لعند الاستاذ سعدان؟ لا مو انا اللي رحت. الاستاذ وسيم اخذني. اخذك ولا ما اخذك؟ استفدت ولا لا؟ لا استفدت. شفت؟ اخ على شي سحر بس يخليني احقق اللي ببالي. شو اللي ببالك حبيبي؟ في صمام امان ما عم ينفجر معي. مشتهي اني افلعه فلع بب هيك يعني. عفوا يا بون. الصبح اتطني تنصيق بكي بس عفنك يا حبيب. شوفوا شوفوا. نعمة شو ها؟ ما هو في ايدي بلا؟ نقرص عبرك يا ام تحسين. هي اخر وحدة صارت على المطبخ. انا فرجيكي يا ام تحسين الدبة. بيتك شو مأزية؟ ألو خيال أعطيني أمك. أمجاد أعطيني أمك. سهام سنحوكة أعطيني أمك. إيه أمك. أم تحسين شو عامله بالبراد؟ مين بيعرف لكان؟ مسكت البراد مين خالعه؟ برادي مين بيعرف لكان؟ شوفي ام تحسين انت اخر وحده دخلتي على المطبخ مشان تحطي القطايفات بالبراد. ما حدا فات بعد منك فهمتي؟ يعني مسكت البراد ما حدا خلعه غيرك. لا ستي ما كانت مخلوعه من قبل. قبل ما تجي كانت مثل الفلة. أه؟ كانت مسكة البراد صار سليم. بدك تصلحي مسكة البراد وعلى حسابك. فهمتي؟ وقد أعذر من أنذر وهذه المكالمة على حسابك بحفظ. لأرجيك شلون الأذى. هذا انت شو بدك سرناوي؟
سلم عليك ماما. الله لا يسلم فيكي لا عظمي لا انت ولا هي، شو بدك؟ وبتقلك اعطينا صحن السداتي تبعنا. طارو سداتي طارو؟ لك مو سداتي، الصحن، الصحن تبعنا. شو بدك فيه؟ صحننا ناكل فيه. خليكي تمركزي هون، رايحه وراجعه. محمود يمكن عم تجلي. ام محمود يمكن عم تنشفه. محمود لك ايه صرعتي راسي، امسكي هي الصحن الفاخر شيتكم. شو ها؟ شو اكله فيه؟ تاكلك الحوته، شو بدي اكل فيه يعني؟ روحي اطلع. سيهاب سيهاب نعم تعالي حبيبتي، انت غير امك، شو طابخين اليوم؟ بس ماشكات. هربي لي صحن، اذا ما بتقدري تنزلي بعتي لي مع امجد واغياد. اي حبيبتي انت كرم عيني. تقبشيني روحي، ربي انت وامك الدبه.